تعالى نشوف السؤال ده اللي لو انت عرفت تجاوبه يبقى انت فاهم قوي المنهج، ونشوف ان كتاب الامتحان فعلا هو اللي مظبط المراجعه. يعني ما ينفعش حد يراجع من غير ما يحل اسئله كتاب الامتحان، تعتبر الاسئله ماسكه كل جزئيه في المنهج، بحيث ان انت لو خلصت الكتاب ده صح في المراجعه النهائيه يبقى انت لميت بالمنهج بنسبه كبيره جدا. تعالى نشوف السؤال بيقول ايه. اثبت ان متوسط قوة الدفع الكهربائي المستحثه في ملف الدينامو التيار المتردد خلال دورانه بزاويه 60 من وضع الصفر يعطى من العلاقه ان الام اف المتوسطه بيساوي 3 على جذر 2 في باي في الام اف افكت. يبقى احنا هنا هنحاول نستنتج الام اف المتوسطه، وبالتالي الطالب اللي حافظ الاستنتاج ده مش هيقدر يجاوب على السؤال ده. اول حاجه عشان نحسب المتوسطه لازم من خلال قانون فاراداي. قانون فاراداي اللي بيقول لك ان الام اف بتساوي سالب ان اي بي، والدلتا هتحدث في الزاويه، يبقى ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي. وادام انت بتستخدم المتوسطه من قانون فاراداي فالسيتا هنا ليها وصف يختلف عن وصف زاويه الدينامو. اهم حاجه تعمل مخطط المجال، ان ده اتجاه المجال وده الصفر كنقطه مرجعيه، صفر المجال، 90 المجال، 180، 270، 360. الملف هيبدا الدوران من وضع الصفر. وضع الصفر بالنسبه للدينامو يعني الملف هيكون عمودي على المجال. عمودي على المجال تمام، بس احنا في القانون ده بنستخدم الزاويه اللي بين الملف والمجال. افكرك تاني، الام اف المتوسطه اللي بنستنتجها من قانون فاراداي هنتعامل مع الساين، وادام هنتعامل مع الساين يبقى الزاويه بتاعتنا بين الملف والمجال، ودي زاويه مختلفه عن الزاويه اللي بتستخدمها في حساب الام اف اللحظيه في الدينامو. طيب هقول سيتا 1 هو الملف عمودي على المجال، فالزاويه اللي بين الملف وصفر المجال ب 90، يبقى سيتا 1 في حاله 90 دلوقتي 90 درجه. لما يدور الملف 60 درجه هيدور من الوضع ده 60 درجه، فهيجي هنا ادي 60 درجه اهو، كان هنا ودار 60. فلما يجي يدور 60 من وضع الصفر دوت، ففي الحاله دي هيكون زاويته زاويه الملف وصفر المجال كام؟ انت معاك زاويه دوران قيمتها 60، بالتالي سيتا 2 هتبقى عباره عن انت محقق 90 وزودت عليهم 60 فانت اصبحت 150. يبقى سيتا 90 دي زاويتك الاولى، ال 60 دي زاويه اللي هتدور بيها وهترشدك ازاي توصل لسيتا 2. سيتا 2 بتحسبها ازاي؟ بتجمع سيتا 1 زائد زاويه الدوران تطلع 150. تعال نعوض في المعادله اللي احنا استخدمناها في الاول. الام اف بيساوي سالب ادي الام وادي الاي وادي البي في ساين سيتا 2 اللي هي 150 ناقص ساين سيتا 1 اللي هي 90 على التي. انا عايز اعرف التي دي بالنسبه للزمن الدوري. اذا كانت ال 360 بتوصلني للزمن الدوري، يا ترى 60 توصلني لزمن شكله قد ايه؟ هقول التي بتساوي 60 تي على 360 تطلع سدس دوره، الصفر مع الصفر على 6 في 1 على 6، يعني تي على الستة. سدس الزمن الدوري تي على الستة مقام المقام بسط، الستة تطلع فوق. طيب ده كده واحد على تي، واحد على تي ما تي في المقام، يبقى واحد على تي دي عبارة عن تردد، يبقى الاي ام اف هتساوي ادي سالب ستة وادي الان وادي الاي وادي البي الزمن الدوري اللي في المقام يطلع فوق في البسط على انه تردد، وساين 150 بنص وادي سالب اللي في القانون وساين 90 بواحد، نص شيء منها سالب واحد هيطلع معاك الناتج سالب نص. سالب نص السالب في السالب يبقى موجب. طيب على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها التلاتة، يبقى الاي ام اف بيساوي تلاتة ان اي بي اف. اخر حاجة محتاجة اعرف القيمة دي قد ايه من الفعالة. هقول الاي ام اف الفعالة افكت بيساوي ابن 2 باي اف على جذر 2. طب انا عايز اعرف قيمه ال N وال A وال B وال F كام بالنسبه للإفكت. هنقول N A B F تعتبر عباره عن الطرف المتصل، يبقى ال E M F إفكت في جذر 2 على 2 باي على 2 باي. طيب ماشي، تعالى كده نعوض عن اللي احنا وصلنا له ده. هنقول ان ال E M F المتوسطه عبارة عن 3 في الـ EMF effect في جذر 2 على 2 باي.
ما تيجي نضرب هنا في جذر 2 وهنا في جذر 2، طب القيمة اف المتوسطة هتساوي جذر 2 في جذر 2 ب2، وادي التلاتة وادي الاي ام اف افكت، وهنا هيبقى فيه 2 في جذر 2 في الباي، تقوم الاتنين تطير مع الاتنين وتطلع الاي ام اف المتوسطة بيساوي 3 على باي جذر 2 في الاي ام اف افكت. هل دي الحالة اللي هو كان عايزنا اوصلها؟ ادي 3 على جذر 2 في باي في الاي ام اف افكت، يبقى انا وصلت للحالة دي واقدر اوصل لاي ام اف متوسطة يطلبها مني في الامتحان.